عشاق الحياة الخاصة للمشاهير عنوانكم واحد، هذه حياتي الآن. منا تشوف ام باقي كامله طبق دينا بها برمي بريفوار هذه في 90 هذه تسميه في تياتر دفيردي دينا برمي بري ودامونير احسن سنتيمان وديت انا احسن باتر في الدوره في 90 هذه في 90 عندها ديجا كما الهضره هذيك تاعها عندها 30 سي توفيق دينا جروب كفرقه برمي بري وكعناصر ديت انا ومونير الجائزه الاولى لو بو فيو طون الوقت هذيك خرج لا شونسون تاع الشاب خالد يطلقوها لنا تما فاه صين تاع واه وش شونسون يمينة بارك الله فيك هذا اليوم سعيد مبارك ايش يديروا يرقلوا بها لو سون في التياتر دو فيردي تياتر دو فيردي حسني شقرون الله يبارك فيك والعربي ثم ما سماوش حسني شقرون ثم مسرح الهواء تلخر حسني شقرون جو كرواف 97 98 كي رايحين كي رايحين للتياتر واش يديروا لنا اي شرو هذيك هي على بالك واش هما داروا لنا واحد الرون جابوا لنا انتيني ودرنا واحد لا مارش في لافيل تاع بحر وجابوا لنا كوفرتور دي فيستيفال صفراء وفيها لو زاد بربر هذاك ونمشيو وحنا نمشيو غاشي يمشي لورا ويفوتوا علينا هذوك ويقول لنا تاكسي تاكسي والله كيف هذاك كان عربي ها هو حسن هذا عربي واش انت خويا توفيق لا شونسون يكون هذه ترحيبه اللي كنا نغنيو فيها درنا لو كليب نتاعها مع سماتي عزيز سماتي اي الله في الجبل
مالوريزمون ما فاتتش درنا حدة ثاني حدة ثاني حلوة حدة تعرف كيف تجي نقولها لك فاش حدة اي حدة لا اي واحدة هيها يا طريقة ورا شمع قتنا بهنا عرمني خبالا وسع بركانا لا اي وسع بركانا لا اي حدا حدا حيماني ادعي غا القبل في سقنا يا ناي ودو اللي غا اخر وحركا يا ثوان الشطراجي غا الدهر في قربا يا نبركا بركانا اي وبركالي ولا اي حدا حدا هلوي قدام قياسا يقن البيبا يا نوي قاع الساسة يوم ميطراجة وذوق ياسة ورني قربايا ولا وابركالي ولا إلا وابركالي ويا اي حدا لالا اي حدا ايها جاري قوارا شمع قتنا بنا عرمني خبالا يوسع بركالا يوسع بركالا يغنيوها ثاني بالعربية يقولوا فيها هكذا اي حدا حدا اي عودي لازراق والجاموم صروزة مطر عاف المرجة ومعلق زوز حلوزة تضياق بخاطري هاي نركب ونسوجة تضياق بحدة هاي لا وابركالي ولا هاي لا وابركالي ويا حدة لا لا هاي حدة هيها عجاري قوارة هاي شمها قتنا بنا عرمني خبالة هاي وسع بركالة لا هاي وسع بركالة لا هاي حدة لا قبل في سقنا يا انا يا ود واللي غاب يا روح حركه يا ضاين تشترى شيخه الدهر في قربها يا انا ما وابرك يا لي وابرك يا لي يا حدا حدا قرم وفوكا ضاع الرامن وراغ يفر ذوك صندوقه يا من يقرا يا هدف قوار يشوق الدهر في قربه يا لا وابرك يا لا وابرك لا لا اي حدا لا لا اي حدا هي اجاري قوار هاي شمع قدنا بنا عرمني خبالا هاي وسع بركالا هاي وسع بركالا عيسى الجرموني ايش كان يقول فيها عيسى الجرموني يقول اي حدا لا لا يحدا هي اذا قلتي هي بالدورون غنيك واذا قلتي لا لا بصاش من كويك كما يقول يقول اي حدا حدا اي انت عيسى الجرموني اي حدا حدا اي في قلبي نشتيك نديك زواج حلا يا هل والله نهر ربيك اذا قلتي لا لا بصاش منك ويك واذا قلتي هاي بالدورون غنيك هاي بالدورون غنيك اي حدا حدا السجنية تروحي للسجنية وتعودي ترجعي للحركتها السجنية هما شكون شت من عين فكرون عين ميلة عين كرشة هذه في السجنية عين فكرون عين كرشة السجنية والحركتها سي أم البواق عين البيضة يقولها تروحي للسجنية وتعودي ترجعي للحركتها اسمع عندك وين تروحي هذو اسمها لي بارول تاع عيسى الجرموني هذو كامل عيسى الجرموني عيسى الجرموني شاشي برك تاع انتم اللي غنيتو شاشه من لا شاشه من لا تاع لي بربر البربر الاولي تاع لي بربر الاولي لا لا شاشي برك شاشي برك خطينا شوف خويا توفيق حنايا جروب سيغيرو شن برونشين شاوي توسكي تراديسيونيل شاوي تاعنا نقدروا نهزوا دي شونسون
نخليهم كيك تراديسيونيل نبدلو لي بارول سما كيكون لارم لي لانه الرحابه بدعوا الرحابه بدعوا مالوريزمون بكري ما كانش يسجلوا وكذا عندنا كلام ربي يبارك كلام ربي يبارك صح صح نعطيك اكزامبل نعطيك اكزامبل بار اكزامبل كوليه الدوده كوليه الدوده احسن تعمل هي شونسون تراديسيونيل تراديسيونيل واش سموها عراس الدالي عراس من لا تيليفزيون ما قسنطينا غير خدمنا انو كوليه الدوده كستاكم احسن كوليه الدوده غنيك تراديسيونيل عندنا شونسون ثاني مليحه توفيق خلي غنى تشوف يا الدوده بالفيرسيون تراديسيونيل مرحبا هما انا قاعد في المرجاه والمرجاه بيا خضراء وبنين سيتها ريحتها عاودك بالعاود شوف لا بلي بار دي شونسون سيتيفيان مازال من لي زرشاوي من لي زرشاوي طريب يا سيتيفيان بنت سيدي شاوي عاودك قالها لي كاين شونسون ثاني مليحه اقبضها لي هربت لك لازم تقبضها راحوا لي لي بار يا نجاة تحت الشجرة تحت لي ورقة خضراء هذه تاع نيوتن هذه تاع الجاذبية هذه عندنا ثاني شونسون مليحة من نانا هذه هذو دي شونسون كومبوزي سنتشونا كومبوزي نانا خدمناها ماشي فقط كومبوزي ويا من نانا وشما قلان هنغذاين غاوذان يا هبال الأمام ينغاي ذا الضمار يوه يا مننا يوه يا مننا يوه يا مننا يوه يا مننا مزيان نهوى دغري غزران نوق من دمان سقي غزرة مقران ووه يا مننا ووه يا مننا البوم الاول تاع دادا مخلولي تاع دادا مخلولي هذه توفيق كاين ثاني اشتي على يساوي تذم زوار مناسبه تذم زوار هبسو هبسو السرح الاخرى ثانيه اللي غنيناها على الجزائر تاع تاع الارهاب هذا قتل وخيمة والسنانية اسمع هذه درنا على الفيري هذا مات والسنانية جزائر عيث ماشي فيا مزيان ماشي دباس يضيف اللاس واللاس يبسيت في اللاس النحاس ميزما يقي ذكوراس مات نسانا نيا جزائر عيث ماشي فيا مزيان ماشي دباس نسيت في الناس والناس
الناس يبسيت فلاس النحاس ميز ما يقين بالكراس. هذه غناها الجيتاريست سمير العور بعد بفرنسا هضر هذه هو الجزائر اخرى ثاني الله هذيك الله. وانت ذا مزوره وحسن قبل كيفاش كنا نغنيوها قبل ما نعاودوا لها لارونجمون هكا بعد انا كنت ثاني كيما غنيتها نصرف بها نضرب هاي صحيحه هكا كان العربي رياض كيفاه رياض اللي غناها هكا كانت عندنا ثاني لاشونسون هذه دارها الشيخ العربي شيخ القران حطها ديرها تشوفها يا شيخ شيخ القران هو هي ولا نيلة 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 دير نيلة ثاني دير نيلة 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 حطها نيلة متي نيلة المروزي مطاونا اللي سهق نقدم وننسغ ويغيق الولاونا نيلة مكشا ينيقته ولا وحلاقة دي سوى سوان فهنا وذي زوغن وذي ما ونبضا نزرق متاهي نزرق نوحن وندابا عدان السن ذي بركان أرمني قجيل نبضا نيلا متاهي نيلا نروسي مطاونا اللي سهق نقذنا وننغ ويقش ولاونا قوقا مني قوقا مني قوقا مني قوقا مني قوقا Sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. Cent mille lieues de moi, comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs, tellement de souvenirs. Random things you do make me crazy about you. Toi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Well, the things you do make me crazy about you. Toi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Aux yeux dans les vagues près du quai, ce n'est que du temps passé. L'amour sur la plage désertée, nos corps les enlacés. Quand si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas, ton pays loin là-bas, the things you do. Crazy about you. Toi tu pars, reste ici. T'as besoin d'une amie. The things you do make me crazy about you. Toi tu pars. Reste ici, t'as besoin d'une amie. Mais si les connaître de l'aubert là-bas dans son armée.
شي تشابر هنا قاري برك هاي قاري تفضلوا هذا ولادي هذا ايوب هذه ملك هبت ملك هاي تحشد عرمني خبال الوسع برجال يا الوسع برجال حكينا حكينا على البدايات حكينا على مشواركم وصلنا حتى نحبس ما خممتوش من بعد تعاودوا تلموا رواحكم وتعاودوا تطلقوا الفرقة من جديد؟ سيد دارنيرمون خممنا باش نعاودوا نردوا الفرقة مع سمير من فرنسا وتفاهمنا نعاودوا نردوا الفرقة والحمد لله احنا دروك احنا قاعدين نخدموا في ألبوم جديد باش نعاودوا نكملوا إن شاء الله. أعمالكم الكثير من الفنانين راهم يعاودوا فيهم. كانت غير مجرد تراث محلي لهنا ثم اللي خرجتوها للعلن دوك الكثير راهي عاود فيها كي تسمعوا هكذا الناس تعاود في الاغاني ديك ما يجيكمش الحنين تاع العوده للميدان وتعاودوا ديروا حفلات ونشاطات وتخرجوا البومات لا والله ريجينا هو واش عرفت تسمع حنا كي نسمعوا واحد عاود لي شونسون تاعنا اي بيان سور سي ان اونير بور رو ومن طون تعطينا واحد الدافع هكا بالك نعاودوا نرجعوا للساحه الفنيه وحنا درنا لينيسياتيف هاد الايام مع سمير اللي في باري هو مع استوديو تاع عند الشيخ منير احنا درنا تجربه اولى ان شاء الله ان شاء الله نقدموا لقدام ان شاء الله اون سكي كونسيرن لا رولاف هاد لا رولاف هذيك شوف كانت اون ايدي تاع مدرسه إثرين نغ هذه إثرين نغ هذه صافي دير إثرين نغ إثري هي لا ستار هي نجمونا هذا مشروع كان نشرف عليه استاذ منير الطبعه الاولى والطبعه الثانيه شرفت عليها انايا كان الهدف تاعها واش هو كان الهدف تاعها باش نكتشفوا مواهب جديده لتؤدي الاغنيه الامازيغيه او الاغنيه الشاويه بالاحرى ونجحنا في المشروع سواء في الطبعه الاولى او في الطبعه الثانيه نجحنا في هذا المشروع نقول لك ابري فير 12 شونتور اللي اكتشفناهم بين الطبعة الأولى وبين الطبعة الثانية ثم احنا ما خممناش غير على الجروب ولا على رواحنا ولا خممنا حتى على رولاف والحمد لله اليوم راهم قاعدين يغنيوا ويؤديوا ويطلعوا في الحفلات هاد اللي الشباب اللي اكتشفناهم في الطبعة الأولى في الطبعة الثانية تاع إثرين شكون الأصوات اللي اكتشفتهم انتوما راهم دوك معروف في الساحة شكون مثلا والله هما يعني ممكن نسال منير يعطي فكره لانه عنده استوديو ويحتك بهم بزاف كما قال الاستاذ العربي درنا فكره تاع مدرسه موسيقيه على شكل الحان وشباب وكانت الخصوصيه تاعها انها باللغه الشاويه والحمد لله نجح بالمجهود تاع الجميع نجحنا في الطبعتين اكتشفنا منهم شباب كاين سلطاني حمزه كاين اسلام دبه كاين رؤوف مزار كاين ياسين حمزه وكاين هاني كاين هاني وكاين كاين ثاني شباب اخرين عصاميين اللي ما تكونوش في مدرسه مثلا والمثال قدامنا الشاب ادريس حميزيه هذا ثاني تكون عندي انا ويعني بالملاحظات وبالتاثير تاع
حسن تاع العربي تاع سوسو. حاولنا كيفاش مشروع نجم اللي يقدر يهز المشعل بطريقة يعني الحمد لله. فات في مهرجانات وطنية، فات في مهرجان تمرست، فات في الكازيف، يعني فات حتى في القناة تاعكم المحترمة بالطبع، ويخدم دركا الحمد لله. وكان شباب ثاني راهو طالع، وهذه كل ترجع لنا بالفخر. وأنا كأستاذ في التعليم الحمد لله كونت أجيال وأجيال من التلاميذ اللي تعلموا الموسيقى الطريقة الأكاديمية، وتحصلنا في ولاية المبواقي بالمجموعات الصوتية على ثلاث مرات المرتبة الأولى على المستوى الوطني بالأغنية الشاوية في المهرجان الوطني للأغنية التربوية. وإن شاء الله نزيدوا نكونوا إن شاء الله، وإحنا بعد نرجعوا احنا بعد ان شاء الله نرجع ان شاء الله مولين ترجع ان شاء الله. اللي كانوا يتكلموا عليه خوتي سي كو سمير العور لو غيتاريست تاعنا اللي نحيوه بالطبع اتصل بينا في بدايه رمضان، قبل شوي قبل رمضان بشهر، رجع لنا ابري غياب تاع 22 سنه. الحمد لله كي رجعنا اولا، ثانيا كان عنده هو كانت عنده مشروع انه نعاودوا نديروا البوم تاع فيغيار، وراح ننفيتيو فيه فنانين مثلا لطفي العطار تاع ريماراي باش نديروا انفيزيون بين الطبوع الجزائريه بكل. راح نعرضوا فنانين قبائليين، فنانين تاع اغنيه راي، فنانين اغنيه نايلي كذا، حابين نمدوا ان طابلو الجيريان. كل مره في مثلا في اغنيه من الاغاني يجي فنان طابع مثلا راي يخدم معنا، طابع نايلي، طابع مزابي، طابع ترقي اكسترا، وراح نديروا ان طابلو وان شاء الله ربي يوفقنا ونجسدوا هذا المشروع الكبير ان شاء الله. في الثمانينيات، في السبعينيات، في الثمانينيات، حتى نقولوا بداية التسعينيات، في كل ولاية كان في على الأقل معروفين ثلاثة أو اثنين أو ثلاثة دي جروب. علاش راحت هذه الثقافة؟ احنا مبواقي كانت خمسة ولا ستة مبواقي، بربر، إثران، ثقيار، أو ماثن، إصفضاون، كان واحد سي جروب ولا ست جروب، كانت كونكيرونس كبيرة لهنا في مبواقي. علاش راحت هذه الثقافة تاع اللي راحت؟ نجاوبك أنا على السؤال. الثقافة هذه واضحة يعني العام الخاص واضحة. شوف أولا لما تكونين كارير سولو تلقى ذاك الفنان تسمى هو يسير نفسه، ثم ياخذ القرار اللي يحبوه هو، اللي ليبر دون، فهمتني، دون سي زونغاجمون. بار كونتر ان جروب تلقى فيه سته ولا سبعه، قاعد الزوج ما يتفاهموش، مع خمسه فهمتني، ثلاثه ما يتفاهموش، مع ثلاثه كونتر، فهمتني، اختلاف الايديولوجيه تاع كل عضو من الفرقه. بكري علاش كانوا يتفاهموا؟ بكري كنا، واش راح نقول لك، حنا كنا بكري متاثرين بزاف بلي جروب في الموسيقى الغربيه. هكذا هو لو سمحت لي اخويا، هذا هو يلعب دور. دروك تكون في ان سيرتان اج تاع 18 عام 17 عام هاك تبراتيكي لا ميزيك وتروح مع صحابك وديبلاسي وتخدم، ومن بعدك تمشي 18. انا جاي كان يجي خوتي منش عليكم انتم بالذات، راني على دروكا فرانا في 2020 وري لي ولايه فيها دي جروب، ما كانش بكري كانوا لي جروب، كانوا لي جروب بزاف كاين في كل ولايه ثلاثه اربعه فوالا. هذه هي ممكن اني نمارس في الميدان بزاف. التكنولوجيا هذه ولات نقمه على الفن الجزائري، بمعنى بكري ما كانش مثلا لوتوتون الروبوتيك، كي تسمع المغني يؤدي بصوته يا يعرف يا ما يعرفش. الور دركا لو كوريكتور هذا لوتوتون اي انسان يقدر يغني، اي انسان. هذه دو اون دو دو. ثاني لازم ما نلوموش واحد الحوايج، لي سون فلوري في العالم تبدلوا. نهزوا مثلا فنان كيما سول كينغ، فنان جزائري اللي راهو مدير ان غرون باز، باه بدي سون بدي تكنيك دو تكنولوجي. دونك وزيد هذه من ناحيه لا تكنولوجي. نروحوا لحاجه اخرى، درك تلقى واحد عنده ان سانتيتيزور درابكي يجيب شونتور بلوتوتون سا مارش، ما في عرس درك في عرس اوليو باش واحد يروح يجيب ان اوركستر، يجيب 3 بيرسون سا كوت موان شير سا برون بلو ان بو دو بلاص ما تجيش لسباس. وثاني نرجعوا للامكانيات، لانه ثاني الشباب اي دوكا اي فنان حقيقي
كون تعطي له الامكانيات وتقول له يقول لك انا نخدم لاكوستيك ما نخدمش سانتيتيك، مي الغالب كيعود مرغم ويخدم على عائله يل بريفير يتقاسموا في ثلاثه خير ما يتقاسموا في سبعه ولا في ثمانيه ولا سي سا لا رياليتي تاعنا، وان شاء الله ربي يفرج علينا وتتعدل الامور ان شاء الله. كنتو تحضروا فيه كيما تاع لي جروب ولي شونتور وحدو الاوركستر القليل داخله في السيستم تاع السياسه اللي كنا فيها في التسعينات وطلعت كيما حابين يخليونا كل واحد وحده يخمم وحده مشتتين حبوا يديروها في لي جروب كان دي جروب اللي تفرقوا بقاو بقى شونتور يخدم وحده لي ميوزيسيان ما كانش شوف في الوقت اللي بقاو كاينين دي جروب بقاو كيفاش يديروا لهم كي تجي باش تروح تطلع يقول لك يجي شونتور وحده عندنا جروب دو بلاطو هو يفرقهم السبب لو شونتور هذا كيروح وحده يقبل ولا ما يقبلش هذه داخله في السياسه نتاع البلاد بعد في الوقت هذاك من 90 وطلع بدات تدخل السياسه هذه نتاع هذه امنيه تاعنا عندنا ان كونسرفاتوار كان مشروع تاع كونسرفاتوار في 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 ولايه المواقي وتجمد علاه يتجمد ان كونسرفاتوار حنا ولادنا وين يروحوا ما كانش متنامس ما عندناش اون في كوتيار ما عندناش دي بارك داتراكسيون ما عندناش على الاقل نديروا يديرون يرجعوا لنا هذا المشروع تاع الكونسرفاتوار على الاقل ولادنا يكون عندهم متنفس لانه الموسيقى يتربي كما كاين لي ستاد دو فوت حوايج نثمنوهم حوايج ملاح نتمناو حتى مشروع كيما هذا تاع الكونسرفاتوار هذا نداء للسلطات المحليه لولايه المواقي باش يعاودوا لانه ولايه فيها هذا الثراء الفني الكبير الفرق اللي كنت تتكلم عليه ماسي توفيق والفنانين هذوك وما عندناش ان كونسرفاتوار سي غراف لانه هنا واش نبقاو نعتمدوا غير على الهوايه والعصاميه لكن التكوين الاكاديمي راهو يخليك تربح وقت وتخدم حاجه تري جوست هكذا استاذ عمر نتمنى ان شاء الله احنا عندنا بور لا فورماسيون تكوين لازم فهمت بكري الجزائر كانت عندها لي كونسيرفاتوار كل مدينه عندها كونسيرفاتوار احنا احنا من خرجنا واحد شويه وكي تنحي انت المعاهد هذه الكلاب ها كي تنحي انت المعاهد هذه ملي راه يتعلموا الاولاد كريحت معكم اكتشف حاجه انا بلي العربي كان قادر يكون مشروع ممثل فكاهي كوميدي لا كوميدي انا درت عندي دو بياس تياتر على انا عندك درت المسرح شوف هو على بالك العربي هو الاب الروحي تاع فرقه الفيكيار خاصه شت كي دي فوا باسكو شوف دي فوا تعود تخدم تريبيتي سا ساتور خاصه احنا كنا كومبوزيو نتعبوا ونقلقوا دونك بو عربه نقعدوا معاه على بالك شي هو شغل فورماتاك وردك انسان واحد اخر وعنده طريقه الاداء يقلد مقلد الاصوات بارع كان يقلد المرحوم الانسبكتور طاهر لابرانتي الله يرحمه انا نتمنى تمتعنا بحاجه فكرنا بحوايج العرب هو على بالك في الجروب الخدمه ياسر ساتوره كي تساتوري لازم شويه لومبيونس ومام كلهم بوندية تشوف فيهم هذو ما يجبدوا الماء بكل هذو
لازم شويه لومبيونس، لازم شويه الضحك، لازم تعرف دي فوا نمشيو تو اون تورني ايماجين انت ترك في البيس من انت ساكت من ولازم لومبيونس ولا وهذه هي الحاجه المليحه في الفن. حاجه مليحه في الفن هي الضحك برك واللومبيونس على هذيك الفنان ديما 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 يضحك ديما ديما صغير ديما باشوش كيما قال لك الشيخ هكذا كيكذا هو انت تعجبني واحد سوسو تشفاك يدير لنا تاع الانسبكتور طارك الله يرحمه كي يدير له نيميرو التليفون تاع ستوست انا ذيك ها ماذا بك تاع ها واش يا اخويا ضحكنا انا قصروا شوف ما ولي سبكتور انا كنا ما نحبسوش والله ما نحبسو لي عراس قالا فيستيفال وكاينه خطرة رحنا درنا عرس في عين بيضاء ومن بعد سقدنا مع الصباح بعد ما رقدناش ما ربيزناش مشينا للمزيرعه اللي تبع كيلومتر تبع ولات بسكره والناس بسكره نحيوهم من هالمنشويه كنا نمشيو بكري ديبلاسيو في جينا في جي 5 وكان معنا واحد شوفير ولد كارتي حتى هو يدير لومبيونس وعندنا حقو Il est très sérieux. Quand qui nous chie par exemple le cas d'émission, fait un irhab ou quoi, l'agrément à l'association, quoi, je sais pas. Aïe, on me l'a fait. Il y a un barrage, Haras Baladi. Me l'a fait. On a le matériel de musique, Laura. Matériel de musique, les guitares, la guitare, la basse, la batterie. Me l'a fait. On a. قالوا وين رايحين توما شكون توما بدا حقو فوالا حنا فرقه ثقيله وموسيقيه نتقلوا هذاك الشيفور هذا قال له اخويا حنا ليكيب تاع الهون تاع البواقي وين نوضوا حقو هذا يشطح بلا معار هبطوهم بعد انا هبطوه اه سيتي تري بون انا بالمناسبه هذه توفيق حبيت هذا مجرد رأي حبيت واحد شاب كيما دريس من لارولاف تاعنا حبيت يتكلم لنا كيفاش كان يشوف فينا تفضل سي دريس تفضل والله خويا توفيق هما يعني على كل حال جروب ما قدرتش كيف نعبر لك عليه بحاجة نيفو عالي 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 بزاف مام أنا كي دخلت الفن كنت كيما نقولوا من محبوب بزاف الجروب هذا تاعهم والفان تاعهم ومتمني باش نكون غناهم ما يموتش يبقى اسمهم عالي والحمد لله يعني بشوي بشوية تحكيكت معهم ووصلت عليهم وعاونوني يعني كيما سوسو كيما الأستاذ العربي الأستاذ منير خوي حسن بشوي تعلمت كات خاصة حسن لأنه حسن مغني وهو مغني عاونوا هو والعربي عاونوه في الأداء عاونوه في الكلمات باش يحفظ الكلمات كيفاش يؤدي الأغنية الشاوية خاصة الروح وتفضل كمل وكما يعني كما تمنيت لقيت الشيء اللي تمنيت وصلت له كش ما عاونت أغاني تاعهم كش ما عاونت أغاني عاودت وش الأغنية اللي عاودت أغنية تاع حدا لالا أغني هاتها؟ هاتها أغني هاتها شو اللي ترى واحد أنا بان كيف مرسي إيه بطلع اي واحد لا لا اي واحد دهيها هي جري قوارا شما قتنا بنا عرمني خبالان وصبر كلالا اي وصبر كلالا اي واحد لا لا اي واحد دهيها هي جري قوارا شما قتنا بنا يعرمني خبالان وصبر كلالا اي وسع برك لالا يا يحد حدا هقرم وفوكا ذعرة من بورق يفرذق سندوقا همنا ينيذ ذو قواري شوقا ظهرتني قربيا اي فلا ما حدا اي جبد بركة لالا اي واحد لالا اي واحد دهيا يا جري قوارا شما قتنا با
خبانا يعرمني خبانا وسع بركة لالا هي وسع بركة لالا يعطيك الصحة دريس وباين باللي فنان وعد وراح يكون عندك كلمتك ان شاء الله في المستقبل يخليك ان شاء الله خير وتوفيق ان شاء الله عندنا حقه عضو مؤسس هو اللي اسس الفرقة اصلا ما درش بزاف هو هكذا هو جاي هكذا والله هو هكذا بعد يا خويا توفيق انا ما هضرتش بزاف خاطر خليت الفنانين يهضروا خاطر عندي بزاف كنا هما تسمى مازالوا مع بعضهم يفرغوا واش عندهم خاطر هما المستقبل انا بالكش ما نعرف من غدوه غير غدوه يقول لك توفى ولا يقول لك انا كبير حنا الكبار هذا السما كراب ان شاء الله وشي واش حبيت نقول لك انا في الكلمه الاخيره نتاعي السما هي كما قلت انت الكلمات قلال قلتهم بصح نزيد نقول لك الكلمه الاخيره نشكركم على الالتفات هذه اللي جيتوا ودرتوا معنا وتعبناكم موالفين تروحوا للانشونتير ما تعبوش بزاف كما ان جروب فيه بزاف لا بصح والله ما حسينا الامبيونس هذه وكذا والله ما تحس نشوف نشوف كي يجينا باش نديروا في دار لقيتو مشكل نشكروا قال لي حسن مدوسوسو تاع الباطير تاع ثقيير هو اللي تحمل هذه المسؤوليه هذه درنا له الدرونجمون هذا كل في داره السما من سحقوا قبل ما تكمل على بالك احنا مضاري في الكونسيبت تاعنا ما مغيرنا شويه مضاري كي نروحوا لواحد العائله والله نشوفوا الاولاد العائله ممكن الزوجه ممكن الوالده الاب غير فهمكم انا خاطر ساكن وحدي انا لا لا هذه المره معليش استغنينا عليهم باسكو كاين فرقه هذه الام هاو الام الاب الله يبارك انا ساكن وحدي غير انا والزوجه وعندي الاولاد عندي ام بي بي صغير معاه امراه ما يقدرش يجي لا معليش مالك ايوب مالك اروح ايوب لا خاطري انا يا ربي هذا ولادي من اللي هذا ولدي ايوب مالك حسن تريح معك ريح لك اروح ياسر اروح انا عندي هذا صاحبي صديقي كل شيء أرواح يشمل كذا أمين إن شاء الله شكرا على أرواح يا أرواح ضيافة والله بالعكس والله ستان بليزير والله ستان بليزير لما هذه فرقها ديما كاين لما هذه يكون غايب ونعيد نقول يوزاد أني أطفال ونقول كذي شو خفش نجي نزور ونجيب الكاذب وما تنجي ربيع يشمل إن شاء الله ويعطيك واش تتمنى ويوصلهم لك المناصب اللي تتمناهم وانت واللي تتمناهم هما في المستقبل بارك الله فيك خويا شكرا الله يسلمك إن شاء الله إن شاء الله نشكركم على هذا الالتفاتة طيبة نشكروا رجال الخفاء اللي راهم تعبوا معنا بارك الله فيهم ستوفيق انت ثاني مرحبا بكم في ولايتكم نشكركم على الميتونة في جلسة كما هذه ان شاء الله المتتبعين تاعنا ولا الجمهور الجزائري راح يتعرف على فرق ثقيار يعني من الوجه الاخر الشخصي ولا على الفرقه ان شاء الله نكونوا خفاف الظل وان شاء الله ربي يفرج على بلادنا وان شاء الله يرفع لنا هذا الوباء ونكونوا سالمين و كاين واحد ما هضرش كاع من الصباح هو معنا مسكين حقرنا حقر الاستاذ وليد درك لازم تقول كلمه لازم تهضر ايوا حبيب الفرقه لازم يهضر اول قلب قبل كل شيء حاب نشكر القناه الكريمه على الاستضافه على الالتفاته الطيبه هذه اللي هي قامه من قامات الفن الشاوي بولايه ام بواقي اسمها الالتفاتة تاعكم هذه مدت نظرة اللي كانت بزاف ناس اللي ما اللي نساوهم ولا اللي تنساوهم ولا باسكو علاه باسكو الغياب تاعهم دام طويل بصح الالتفاتة هذه خلاتهم ان شاء الله يعاود يرجعوا ان شاء الله ونتمناو الرجوع تاعهم هذا اللي راهو عند قريب ان شاء الله حسب الهضرة تاع الاستاذ منير ولا الاستاذ سوسو راهو العودة تكون قريبة ان شاء الله نتمناو تكون على قد الشيء اللي مدوه للفن باسكو الشيء اللي مدوه ماهوش قليل وخاصة الأغنية الشاوية وربي يوفقك امين بارك الله فيك
حسن، حسن هو اللي يبان بزاف في الكليب في الجماعة تاع الجروب هذا. باسكو هو انا وياه دي شونتور. وانا شونتور وميزيسيان ميم طون. وهو اللي توجور شونتور، دونك اللي هو توجور ديفون في لاسين. دونك هو اللي ديما يبان. هذا هو ابو نجاح، هيا ابو نجاح. خويا انا العربي مازال هذاك اسمه. انا العربي مازال. مازال مازال. او انا محرز انا. او انا محرز انا. العربي من قسم عندك العقل اخويا العربي. اه وي. مازالت البركه اخويا العربي مازالت. قول كلمة قناتي تفضل تفضل. وانا نقول لكم سي توبقي يعطيكم الصحة وشكرا على الالتفاتة هذه بيان سير جنود الخفاء صحابي سوسو حق منير دريس شيخ وليد العربي بصراحة نقول خويا انا في غير بور موا قلناها عندها 20 سنة ونعودوها انا بور موا في غير في الدم في غير في الدم لانه في غير انيكول اللي تربي وتمت الحمد لله احنا كما نقولوا لو ازار كي كنا صغار فرد كارتي فرد دار الحمد لله احنا فرد دار احنا فيها الحمد لله يا ربي والله نقول لك يعطيكم الصحة بارك الله فيكم وكما قال لك شيخ منير وسوس والعربي احنا درك حاليا احنا في ان برودوي ومع سمير العور الله يذكره على خير اللي ما نقدروش ننساه ولا بيان سير سان بيلي دو جروب ثيغيار ولا ميزيك شاوي وفيهم البواقي دونك بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى باذن الله ان شاء الله ان شاء الله العربي عنده العربي عنده اولا نشكركم سي توفيق يعني انت كنت اصريت باش تدير حصه هذه حياتي شحال مره انت تعيط لي ست موي ودي انسيستي وكان الجروب كان سوسو كان غايب كان في ليترونجي ومن بعد روح من بعد عاودنا البرمجه ومن بعد عاودنا وهاو كتب المكتوب وهاكم جيتوا الحمد لله وان شاء الله قضيتوا ايام اسمها اوقات سعيده معنا ان شاء الله انتم وانسي كو توت ليكيب اللي نشكروهم بزاف وراهم ساهرين وراهم يقدموا في خدمه كبيره باش ننجحوا هذه الحصه هذه واش راه نقول لكم شكرا بارك الله فيكم كي عاودتوا لميتونا هذه اللمه سعيده وفي بيت خويا سوسو فهمت ان شاء الله ان شاء الله يا ربي احنا عندنا هذا البروجي هذا مع سمير اللي راه في باريس ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نعاودوا ننجحوا ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله بنوت قتوش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونرحبوا بكم دائما ومرحبا بكم ان شاء الله مش هذه الاولى عاودوا جيونا ونجيوكم حنا للشروق ليه ان شاء الله مرحبا وكيكون عندكم برودوي جديد ماذا بكم تجيبوه لنا للشروق ان شاء الله ان شاء الله رانا في الخير ان شاء الله كلمه اخويا احسن كلمة شوف بارك الله فيكم الساعة وسمحوا لنا في التقصير إذا قصرنا ستان بليزير والله ستان بليزير القعدة هذه بليزير القعدة اللي قد ما فيش بالبليزير والله يعطيكم الصحة الأولاد هذو اللي راك تشوف فيهم إن شاء الله راهم إن شاء الله إن شاء الله في المدرسة اللي كنا نحكيو عليها وإن شاء الله راهم يكونوا بالمناسبة المناسبة نعطيك شكرا احكي لنا شوية بالمناسبة تعيط الاستقلال الأخير جبنا ولاد سوسو بنات حسن ولدي درت لهم انا رانجمون في ستوديو عندي تاع الاغنيه الطياره الصفراء وهما اللي غنيو نقدر نغنيو انا درا درناها لهم درناها لهم ان كليب مليح مع عماد حفيظ عماد برود ونشرناه في الفيسبوك وفي اليوتيوب قداه دجامه ملك قول قداه اهضر اهضر قول لي ارفع الصباح 100 100 جرام او في 100 جرام وفي بارطاجها هو 100 وحاجه 100 وحاجه ها دونك اصلا غنوها انا دركا نغنيوها مع بعض نجيو مع بعض ها نغنيوها مع بعض هو ثاني هذوك تاعك تاع في تاعك عطينا عندهم جرسي رحت راح تشفع اروح راح غنوا معاهم راح غنوا كاين الكليب تاعهم كاين الكليب تاعها في اليوتيوب دوك نمدوه لكم واللي غنى لو شون برينسيبال البنت الكبيره تاع حسن وهي بنتنا ومكفوفه ونتمناو ان شاء الله من وزاره الثقافه تساعد الفنان تاعنا حسن باش يهزوا له بنته اون شارج كش ما داويوها له ان شاء الله يا ربي ما تشوفش وقادره ترتاح ان شاء الله يا ربي دو طيارة صفراء حمسي ما تضربيش طيارة صفراء حمسي
حمسي ما تقدرني Oh, man.